بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت الآن ألتقي بأحد الإخوة الكرام المشاركين في برنامج المشي الذي نظمه فريق وادي شافان المغامرات لاسم الكريم محمد بن سالم السعدي. الأخ محمد، لا، ما الذي شجعك للمشاركة في هذا البرنامج برغم بعد المسافة يعني؟ نعم، دي شجعني المكان دكتور عبد الله، لأن المكان هذا جميل ومكان أجدادنا عاشوا على هذا، على الأشياء الطبيعية وسلكوا يعني طرق وعرة كان حياتهم، ويمروا عليها بالجمال ويمروا عليها بالحمير وعاشوا عيشة يعني تعرف عيشة الأجداد كان سابقا، والآن نحن كنا بنسير نشوف سيرة الأجداد كيف كان أول يعني. وبالفعل إنك تشوف أشياء عملوها يعني أجداد صنع أشياء يعني أشياء تراثية، أشياء جيل قدم أشياء جميلة يعني. ما الذي ميز برنامج اليوم؟ ميز يا دكتور إن أول شيء المكان فيه مكان يعني فيه ارتفاع ويمر على أشياء تراثية كانت عايشين الأباء الأجداد، مكان تراثي بنازلهم وجميل يعني هذا المسار يعني تشوق كل إنسان يمر عليها، هو رياضي يحب يمر ويتابع بلد عمان تضاريس. نصيحتك لمن يشارك مثل هذه البرامج؟ طبعا هي هذه هواء تغرس في الإنسان في نفسه، إذا هو طلع برا وشاف أول الأشياء التضاريس وأشياء المتنوعة بعد بيكون هو له نفسية. وأنا أشجع أنهم يشوفوا بلاد عمان لأنها تمتاز ما شاء الله بسواحل بجبال بأودية، فعمان جميلة دكتور عبد الله أخوي، وأنت أدرب هذا الشيء ما شاء الله توثق هذا الأمور. الله يحفظك، سعدت بالحديث. شكرا يا دكتور، شكرا.